مساء الخير على حضراتكم وأهلا بكم معنا. آخر الأخبار متابعة يومية مع حضراتكم في الحياة اليوم وبداية الأسبوع. الحقيقة نفس ملفنا الرئيسي بتطوراته المؤسفة والمتلاحقة يوم بعد يوم، وده الملف اللي هنبتدي بيه مع حضراتكم النهاردة في ضوء طبعا التطورات الكتيرة والمتلاحقة اللي احنا بنتابعها. طبعا بكلم حضراتكم عن الأراضي الفلسطينية وتحديدا عن رفح الفلسطينية والجديد اللي بيحصل على الأرض. طبعا حضراتكم عارفين ومتابعين الجهد الكبير والتحركات المصرية خلال الفترة اللي فاتوا من ساعة بداية العدوان، لكن لما بتكلم تحديدا الفترة اللي فاتت الكام يوم، المفاوضات المصرية والجهود المكثفة علشان نقدر نوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة ويحصل فيه صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين. تابعنا الكلام ده مع حضراتكم طول الفترة اللي فاتت، وعلى الرغم من سير المفاوضات والاجتماعات ما بين كيان الاحتلال وطبعا الفصائل الفلسطينية، اتفاجئنا بالقوات الإسرائيلية بتتحرك على الأرض وبتحاول إنها تفرض واقع جديد من خلال العملية العسكرية في رفح الفلسطينية. النهاردة أقول لحضراتكم بعض المعلومات والعناوين المهمة نظرا طبعا للتطورات اللي بتحصل ولتصريحات الإسرائيلية كمان، سواء بخصوص إن هم ناويين يوسعوا عملياتهم العسكرية في رفح الفلسطينية أو الجزء الخاص المتعلق بالمساعدات الإنسانية بعد ما معبر كرم أبو سالم مقفول ومعبر رفح تم السيطرة عليه. مصدر أمني مصري رفيع المستوى قال في تصريحاته النهاردة للقاهرة الإخبارية أن مصر بلغت الأطراف المعنية كافة بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وأن مصر بتجدد مطالبها وتحذيرها لكافة الأطراف من تداعيات التصعيد الحالي في رفح الفلسطينية واللي بدأ من يوم الخميس اللي فات، وأن مصر قامت بكل الجهود وكل طبعا الخطوات اللي احنا تبعناها عشان توصل لاتفاق متعلق بإقرار الهدنة. الدولة المصرية تحملت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وأن مصر كمان بتحذر إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح، وبتحملها المسؤولية بشكل كامل عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة. كمان نقطة مهمة برضو أعلن عنها المصدر الأمني رفيع المستوى، إن مصر، خلي بالك حضراتكم بقى من الجزئية دي، مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في مسألة دخول المساعدات من مصر عن طريق معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول، وبتحمل إسرائيل مسؤوليتها تجاه تدهور الأوضاع في غزة، والمسؤولية دي أمام كل الأطراف الدولية. ده الموقف المصري الرافض للتصعيد، ده اللي احنا بنتكلم دايما حضراتكم بقول لكم عنه، دي الثوابت المصرية من أول يوم، إن احنا رافضين هذا الاعتداء، بنحاول إن احنا نوقفه، بنقول لازم يكون في هدنة إنسانية، لازم يكون في مسار سياسي، لازم المفاوضات يكون ليها محل، لازم يكون في حل نهائي، لازم كمان المأساة الإنسانية دي تنتهي، لازم كمان يكون في محاسبة لهذا الكيان المجرم عن المجازر والوحشية اللي بيقوم بيها بشكل مستمر تجاه أشقائنا في قطاع غزة. مصر كمان اللي دايما بتوجه حديثها وخطابها للمجتمع الدولي كافة وللأطراف المعنية، وهنا بتكلم تحديدا عن الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتمثل غطاء سياسي وعسكري وكل هذه الأمور، على الرغم طبعا لحضراتكم متابعينه الكلام عن الصفقة وتصريحات بايدن يقول لك احنا والله علقنا صفقة السلاح، وبعدين كأنه ما استحملش يقول البقين دول زي ما بتقال بالبلدي، رجع على طول لورا. بقت الخارجية الأمريكية النهاردة كام ساعة اللي فاتوا بقول والله أصل يعني إحنا علقنا، عارفين إيه علقنا وما علقناش، إنه أصل في بوادر وبتقول إن السلاح اللي اتبعت ده أدى لمجازر وأدى لحاجات لا إنسانية، وفي نفس الوقت وفي نفس السطر والجملة بس إحنا مش متأكدين، فبالتالي كأنك ما قلتش كأنك ما قلتش. فالخطاب المتردد ده من قبل الإدارة الأمريكية شجع نتنياهو ومجلس الحرب الخاص بإسرائيل إنه بعد ساعات من كلام بايدن حسوا بطمأنينة، حسوا إن مفيش القوة ولا في تهديد قوي، فبالتالي أعلنوا إن هم هيوسعوا عملياتهم العسكرية في رفح الفلسطينية. على الأرض إيه اللي بيحصل بقى؟ في غارات جديدة للأسف الشديد على سكان رفح الفلسطينية، وبالإضافة كمان مسألة الإخلاء الفوري والتوجه لمدينة المواصي، دي التحذيرات الإسرائيلية للناس في رفح الفلسطينية إن هم يتوجهوا للمواصي. في كلام بقى تاني، هو السنوار فين؟
طلعوا بقى قالوا لا والله احنا اكتشفنا. وطبعا هم بيقولوا رفح علشان يعني دي اخر معاقل حماس وقيادات حماس موجوده هناك، فقالوا لا احنا عندنا معلومات ان هو راح على خان يونس، وعندنا معلومات تانية انه قيادات حماس او حماس نظمت نفسها وصفوفها في الشمال في جباليا، فبالتالي احنا هنعيد وهنزود في مسألة العمليات العسكرية في جباليا. ده غير ان هم بيقولوا ان حماس دلوقتي في خان يونس، لكن على الرغم من كده احنا برضو مستمرين في عمليات عسكرية. فبالتالي الهدف خلاص بقى هو واضح، يعني انه ولا حماس ولا قيادات حماس، انتوا بلسانكم بتقولوا في خان يونس عايزين رفح الفلسطينيه ليه؟ وعايزين معبر رفح ليه؟ عايزين التضييق والخناق ده ليه على الفلسطينيين؟ عايزين المجزره دي ليه على الرغم من التحذيرات الدوليه؟ والهدف معروف وهي تصفيه القضيه. ايه تاني؟ يعني مفيش جديد غير ان احنا طبعا الاعداد للاسف الشديد عماله تزيد. النهارده يعني بنتكلم في 35,000، ده غير طبعا اللي تحت الانقاض واللي احنا مش عارفين قد ايه. من ناحيتها حماس اعلنت عن مقتل احد المحتجزين عندها طبعا واللي بيحمل الجنسيه البريطانيه، بعد ما اسرائيل قامت بقصف المكان. طبعا يعني احنا عارفين انها ما تقوم تضرب، وحتى اهالي المحتجزين الاسرائيليين عارفين كده، انك لما هتضرب حماس هتضرب معاهم اسرانا. فبالتالي النهارده حماس قالت ان في واحد عندهم مات. معانا على التليفون دكتور حامد فارس، استاذ العلوم استاذ العلاقات الدوليه. اهلا وسهلا بك دكتور حامد. اهلا بيك يا لبنى هانم، واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. الحقيقه في اخبار مؤسفه احنا بنقولها من شويه، وفي اخبار برضو ايجابيه انا عايز حضرتك تعلق عليها. اللي حصل في الجمعيه العامه للامم المتحده والاغلبيه اللي صوتت في حق طبعا اقامه دوله فلسطينيه مع المعترضين ومع الممتنعين، وكمان المشهد بتاع مندوب اسرائيل وهو بيقطع الميثاق، فشايف برضو ده ازاي؟ ايه تقييمك؟ ده مكسب لينا نقدر نبني عليه؟ شايف ده ازاي يا فندم؟ طبعا يعني هو انتصار تاريخي لفلسطين في الجمعيه العامه للامم المتحده، باعتبار ان موافقه 143 دوله، يعني احنا بنتحدث عن 3/4 الجمعيه العامه للامم المتحده، ده رقم تاريخي بكل ما تحمل الكلمه من معنى، في ظل ان عدد الدول التي يعني رفضت هذا القرار هي 9 دول فقط، سواء تشيك او الارجنتين او المجر او طبعا اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه ودول اخرى يعني لا يمكن ان نذكرها لانها غير معروفه على الخريطه. وبالتالي في ظني وتقديري ان هذا يمثل نقله حقيقيه في مسار الاعتراف الكامل بالدوله الفلسطينيه، ويمثل ضغطا حقيقيا وكبيرا على دوله الاحتلال الاسرائيلي يا استاذ لبنى، لان هذا يعني الاعتراف من قبل المجتمع الدولي بهذا العدد الكبير دي دلالة واضحة على تقلص الدعم الكبير لإسرائيل وزيادة الدعم المضطرد والمتزايد لفلسطين، لأن بس هذا يا دكتور حامد، وهل إسرائيل بتعبأ بالضغط الدولي بالحرج الدولي بكل هذه الأمور؟ يعني ما برضو المتابع احنا بنحس انه خطوة مهمة، بس هنكسب من وراها حاجة؟ يعني بقى في دلوقتي كلام ان الولايات المتحدة الأمريكية هتعاقب الأمم المتحدة، هتمنع عنها التمويل، لدرجة كده احنا الناس بتفكر. أنا ما أتفق مع حضرتك، ولكن على واقع الأرض المسار الدبلوماسي هو الأنجع في القضية الفلسطينية، لأن المسار الدبلوماسي هو اللي بيحقق خطوات إيجابية. ولكن على واقع الارض ده احنا شفنا المسار العسكري الغير مدروس والغير جيد من حماس ادى الى ما نحن فيه الان، وادى الى تعقيد المشهد، والخاسر الاكبر من هذه الحرب هو الشعب الفلسطيني. صحيح. وبالتالي في ظني وتقديري ان المسار السياسي والدبلوماسي ده دليل قاطع على اننا من الممكن ان نخطو خطوات. يعني على سبيل المثال كانت بعثه فلسطين لا تجلس مع الدول الاعضاء، كانت بتجلس باعتبارها عضو مراقب في الجمعيه العامه للامم المتحده، كانت بتجلس مع الجمعيه العربيه، مع الاعضاء الاخرى الاتحاد الاوروبي وغيره، ولكن الان ستجلس بين الاعضاء، وسيكون لها حق الادلاء ببيانات، وسيكون لها حق ابداء التعديلات والمقترحات. بس هو ده مرهون بموقف مجلس الامن ولا التصويت بتاع النهارده هيؤدي للخطوه دي؟ المكاتب الامنيه اللي تمت دي، المكاتب اللي تمت دلوقتي بمجرد تمرير القرار بالامس او تمرير التصويت بالامس، ده انا بتكلم حضرتك على المكاتب اللي حصلت فعليا. تمام. ودي اللي مش مستنيين مجلس امن ولا خايفين من فيتو بالاقرار اللي حصل من الجمعيه العموميه، اصبحت الان فلسطين دوله كامله العضويه في الامم المتحده.
لا ليست كم، لا ده انا بتكلم على المكاسب اللي حققتها. ايه هي الانتقال من مرحله دوله مراقب اللي كانت حاصله عليها فلسطين في 2012، الان اصبحت قاب قوسين او ادنى من الاعتراف. ولكن قرار امبارح او تصويت بالجمعيه العامه للامم المتحده، يعني كسبت فلسطين امتيازات كثيره من هذا القرار. يعني اصبح لها حق ابداء التعديلات والمقترحات، اصبح لها حق ابداء المقترحات والتعديلات بناء عن بعض الدول، لها الحق في ان تشارك في انتخابات وترشيحات اعضاء الامانه العامه لجلسه الجمعيه العامه للامم المتحده، ولكن ليس لها حق الترشيح في ان تكون عضو دائم في مجلس الامن. وبالتالي هذه المكاسب على واقع الارض، وده طبعا هيمثل ضغط حقيقي، لان هذا العدد الكبير، حتى وان كانت الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل اصبحا في خندق واحد وفي عزله دوليه حقيقيه، يعني احنا الاول مره بنرى ان في هذا القرار 12 دوله اوروبيه بيوافقوا على هذا القرار. وده تغير كبير جدا. صحيح. واغلب الدول دي يا استاذه لبنى كانت مصر، وزاره الدوله المصريه والتقت بالقياده السياسيه وكان ليها ادوار مشتركه ومركبه مع الدوله المصريه في اطار الانسجام الواضح بين الاتحاد الاوروبي واغلب دول اوروبا وبين الرؤيه المصريه، واللي انعكس بشكل ايجابي على ان مصر كان ليها دور في هذا الشق تحديدا. اتحدث عن فرنسا، اتحدث عن اسبانيا، اتحدث عن بلجيكا، اتحدث عن الكثير من الدول التي كان لها دور في اصدار هذا القرار. تمام. طيب هحيل حضرتك بقى للتطورات على الأرض والتصريحات السياسية، وأبدأ بالتصريحات المصرية وفقا للمصادر الأمنية بخصوص تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. مصر ترفض التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في مسألة إدخال المساعدات. بتقرأ الكلام ده إزاي دكتور حامد؟ يعني مصر بترفض قولا واحدا سياسة الأمر الواقع اللي بتحاول إسرائيل تفرضها على المجتمع الدولي او على القضية الفلسطينية او حتى على الدولة المصرية. وبالدولة المصرية الان تقول للعالم عليكم ان تتحركوا لكي تنسحب اسرائيل من معبر رفح، ومن معبر رفح من ناحية الجانب الفلسطيني، ولكي تقوم اسرائيل بفتح المعابر، لانه ليس من المنطق وليس من العقل ان تتحول غزة الى سجن كبير، يعني اصبح مرتهن للارادة لارادة المتطرفين الاسرائيليين اللي يريدوا ان يستخدموا سلاح المساعدات الاغاثية والانسانية تنفيذ مخططهم. يعني كان في زيارة مهمة لأنتوني بلينكين، الزيارة الخامسة ليه في لإسرائيل، وكان من المفترض أن يزور معبر كرم أبو سالم، ولكن نتيجة أن المستوطنين أغلقوا المعبر ومنعوا وصول الشاحنات قام بإلغاء هذه الزيارة. والبيت الأبيض طالع بيتكلم كمان من ساعات مسألة المساعدات الإنسانية، وأن إسرائيل ما التزمتش في مسألة أنها تدخل المساعدات وتسهل الجزئية دي مع الجانب المصري أو مع الدول المعنية بشكل عام. ده هي الولايات المتحدة أصبحت فاعل أصلي في تجويع الشعب الفلسطيني، لأن عندما تتجه إلى إنشاء رصيف بحري، هذا الرصيف البحري الذي لن يسمح بمرور أو قوته الاستعبادية في لبنى، احنا بنتحدث عن ما يتقارنش بالمعبر البري طبعا، وأكبر عدد في اليوم هو 100 و150 شاحنة فقط، ولكن معبر رفح يعني القيادة السياسية المصرية والرئيس المصري كان أشار بشكل واضح إن عدد الشاحنات التي كانت تدخل من معبر رفح يوميا هي 600 شاحنه في اليوم الواحد، فما بالك في هذه الاوضاع الكارثيه. وانا بكلم حضرتك دلوقتي الاخبار تجدد المظاهرات في تل ابيب من اهالي المحتجزين للضغط لاجراء الصفقه والهدنه، وكمان بقى في مطالبات هي مستمره الحقيقه بمساله اقاله نتنياهو واجراء انتخابات. فبتربط ده ازاي في ضوء الحديث حتى من ساعات ان في واحد برضو محتجز اتقتل نتيجه للهجمات الاسرائيليه، كل هذه الامور، فالسياق مودينا لحد فين يا فندم، خاصه مع الاصوات المتطرفة اللي ما زالت بتضغط على نتنياهو؟ طالما حكومة نتنياهو ونتنياهو على رأس السلطة في إسرائيل، هذه الحكومة أصبحت خطرا وجوديا على إسرائيل، خطرا وجوديا على الشعب الإسرائيلي، خطرا وجوديا على مسار السلام في المنطقة. هذه الحكومة لا تؤمن بالسلام. الضغوط التي تمارس على حكومة نتنياهو هو لا يعبأ بها، ولكنه هو يريد أن يستمر في وحتى الضغط الأمريكي والتهديد الأمريكي ده تهديد جد ولا تراجع فيه؟
لا طبعا هذا لا يمكن التعويل على التصريحات الامريكيه باي حال من الاحوال. صحيح. آه. احنا بنتحدث عن شحنه واحده، فما بالك ب 200 شحنه و26 200 طائره عسكريه رصدت في المطارات الاسرائيليه، 26 مليار دولار تم تقديمهم من قبل الولايات المتحده في شحنه كبيره، وتقدر هذه الشحنه بمبلغ دعم مساعدات عسكريه تقدر ب 95 مليار دولار سواء لاوكرانيا او لتايوان او لاسرائيل. وبالتالي هذا العبث الأمريكي هو ما أوصل المنطقة إلى ما نحن فيه الآن. الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن خفض التصعيد في المنطقة، وهي أيضا المسؤولة عن زيادة التوترات في المنطقة بشكل كبير، لأنها ليس لديها إرادة سياسية حقيقية لوقف حكومة نتنياهو ولجم دولة الاحتلال الإسرائيلي عن إقدام على مثل هكذا أفعال. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، بشكرك يا فندم. طيب هنفضل في الملف برضو، والنهاردة مصادر أمنية أعلنت أن محور فيلادلفيا هو طريق ضمن أراضي قطاع غزة، وأن محور فيلادلفيا اتسمى بالاسم ده بعد توقيع اتفاق أوسلو وقبل ما يدخل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات غزة، وأنه حصل وتعمل خرائط للقطاع ما بين الارتباط العسكري والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتم تقسيم القطاع لمناطق وتسميتها بأسماء مختلفة لتسهيل عملية التعرف، تم تحديد المناطق تنسيق بقطاع غزة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوجود قوات إسرائيلية ومستوطنات داخل القطاع، وأن الآليات العسكرية الإسرائيلية كانت بتتحرك على المحور ده في إطار تأمين الحدود ما بين قطاع غزة ومصر قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، الكلام ده كان في 2005، وأن معظم الآليات كانت يعني نقلات جند وعربيات جيب، وكانت بتتحرك خلال الانتفاضة الثانية في 2000 سنة 2000 على المحور ده دبابات ميركافا. المصادر كمان بتقول ان الجيش الاسرائيلي امتنع عن التواجد بالمحور ده بعد الانسحاب من قطاع غزة لعدم استمرار إثارة الجانب الفلسطيني، وأنه تم الاتفاق على زيادة أعداد العناصر الأمنية المصرية بالمنطقة الحدودية لتأمينها. نفهم بقى ايه معنى الكلام ده وقصه محور فيلادلفيا والاتفاقيه المصريه الفلسطينيه الاسرائيليه، وايه المسموح لاسرائيل وايه الغير مسموح، وايه الوضع اللي اتغير سواء من 2005 بعد الانسحاب من غزه ولغايه دلوقتي. معانا على التليفون دكتور صبحي عسيله، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. مساء الخير دكتور صبحي. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نسهل الامور يا فندم ونوضح طبيعه محور فيلادلفيا وطبيعه التنسيق ما بين الاطراف المعنيه فيه. يعني شوف حضرتك، هذا المحور طبعا هو اسمه محور صلاح الدين، دي تسميه اسرائيليه لهذا المحور. وهو بكل تاكيد يقع داخل الاراضي غزه او الاراضي الفلسطينيه، وهو طبعا مشمول فيه لو مدينا على الخط على استقامته من معاهده السلام المصريه الاسرائيليه، فهو مشمول بالمنطقه دال على الحدود الاسرائيليه، ولكن غزه كمان كان في المعاهده انه لا يمكن المساس بوضع قطاع غزه، ده كان نص موجود في المعاهدة، وإلا كان ذلك اعترافا طبعا باحتلال إسرائيل لهذه المنطقة وهذه الأرض. إنما الوضع القائم الآن هو وضع ما كان قبل، زي ما حضرتك أشرت، قبل 2005. الإسرائيليين يعني الآن اللي بيعملوه دلوقتي زي اللي وضع اللي كان قبل 2005 قبل الاتفاقية، هذا هو الوضع اللي كان قائم. اللي هو فيها انتشار خفيف الى حد ما، نتكلم على قوات مشاة، بعض الاليات العسكريه الخفيفه اللي موجوده في هذه المنطقه. التواجد حتى اللي هم يعني كانوا حريصين على ان يحصلوا على صوره رمزيه في محور صلاح الدين، كان تواجد رمزيا للغايه ولا يمثل من وجهه نظر مصر حتى هذه اللحظه تهديدا فعليا، انما بكل تأكيد هو يمثل تهديد غير مباشر، ربما إذا تطور، وهذا ما تقف ضده القاهرة الآن بشكل واضح جدا. الكلام اللي هو ده اختراق، ده خرق للاتفاقية الكامب ديفيد، الكلام ده برضو وضح لنا الجزئية دي دكتور صبحي، في علاقة؟ بقول لحضرتك يعني لا توجد علاقة حتى هذه اللحظة طالما تنشأ عنه تهديدات، إنما أنا بقول إنه في تجاوز ما تم إذا وصل إلى محور صلاح الدين، إنما أنا بأكد إنه التجاوز اللي حصل في محور صلاح الدين كان ضعيفا للغاية، كان غرضه الحصول على صورة، كانت آلية لحملات الجند، حصل كذا وكذا، إنما هم موجودين في معبر رفح، وهذا من شأنه، نرجع لروح الاتفاقية والمعاهدة، هذا من شأنه طبعا إنه يمثل أو يمكن أن يصدر عنه بعض التهديدات للأمن القومي المصري، وعلشان كده مصر كانت واقفة وما زالت حاسمة
في انه التواجد في هذه المنطقه بما من شانه ان يمثل او يفرز تهديدات للامن القومي المصري لن يكون مسموح به، لان المعاهده نصت بصراحه تماما على ان يلتزم كل طرف بان لا يرتكب من الافعال ما من شانه ان هو ده يوضح ويفسر ان مصر رافضه التواجد، رافضه السيطره على الاسرائيليه على معبر رفح جانب الفلسطيني، ان مصر النهارده وفقا للمصادر الامنيه بتقول انا مش هنسق مع اسرائيل في مساله ادخال المساعدات طالما هي مسيطره على المعبر. تمام دكتور صبحي؟ لا، الكلام ده مصر تقول مصر قالت وبشكل واضح انها لا تنسق مع الجانب الاسرائيلي بشان معبر رفح، بشان معبر رفح، ولم يذكر موضوع لانه مصر تسعى بكل الطرق انها تدخل وتؤمن ادخال المساعدات الى الجانب الفلسطيني. مصر النهارده بتكسب. طب المساعدات هتدخل ازاي وهي اسرائيل مسيطره على المعبر من الناحيه الفلسطينيه؟ اذا الاسرائيليين بيفكروا ان هو يبقى التنسيق مع مصر وفقط لادخال المساعدات، هذا بكل تاكيد خطر، لانه ثاني السيطره الاسرائيليه على هذا المعبر يعني ان اسرائيل تتحمل مسؤولياتها، ويجب ان تتحمل اسرائيل مسؤولياتها حتى النهايه. علشان كده بقول لحضرتك مصر كثفت طلعاتها الجويه، كثفت انزال المساعدات على الجانب الفلسطيني عبر الجو، وما زالت تبحث وتصر وتلح على ضروره فتح هذا المعبر وعودته للعمل لما كان عليه، لان الموضوع ابعد بكثير بالتسليم من موضوع المساعدات، وتصر ايضا على فتح معبر كرم ابو سالم حتى تكتمل العمليه. وهنا تاني نرجع للولايات المتحده الامريكيه، انه هذا تدهور خطير، انما اللي عايز اكده انه حتى هذه اللحظه لا يوجد تهديد حقيقي من جانب اسرائيل فيما يتعلق بموضوع محور صلاح الدين او حتى وجودها في المعبر على الامن القومي المصري. مره اخرى يا استاذه لبنى، عايز اقول لحضرتك الرئيس كان واضح لما قال لا لتهجير الفلسطين ولا لتصفيه القضيه ولا على حساب الامن القومي المصري، انما احنا رؤيه مصر واضحه ان التواجد بهذا الشكل يمكن ان تنتج عنه كارثه انسانيه من شانها ان تؤثر على الامن القومي المصري، وهنا يحدث التصعيد غير المقبول واللي هيضع إرادة إسرائيلية منفردة معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية على المحك، وهذا لا مطلوب لا إسرائيليا ولا مصريا ولا إقليميا ولا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت راعية وضامنة لهذه المعاهدة. مفهوم يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. كنت بسأل دكتور صبحي من شوية، وده السؤال طبعا اللي يعني ملح في الوقت الحالي، الأوضاع الإنسانية المؤسفة، الناس فعلا في مجاعة أو على شفا مجاعة، وضع يعني بكل المقاييس ما يعني غير مقبول الحقيقة، مرديش حد مرديش ربنا. فعشان كده انت بتحاول الدولة المصرية من أول يوم ان انا يعني يحصل بقى اللي يحصل، انا بحاول ادخل مساعدات على قد ما اقدر. المعبر طبعا معبر رفح حضرتك شايفين وعارفين من اول يوم كنا بنعمل ازاي في مساله المعبر، على الرغم من المحاولات للتشكيك، والمعبر كان مفتوح وال24 ساعه، كل هذه الامور الوضع الخلي. خلينا نكلم حضراتكم، خلاص معبر كرم ابو سالم هم قافلينه، معبر رفح من الجانب الفلسطيني تم السيطرة عليه، بس مصر لا برضو هدخل مساعدات، يعني اعملوا اللي تعملوه، صحيح الرسالة قوية شديدة اللهجة للمجتمع الدولي، المساعدات لازم تتحمل المسؤولية، إسرائيل مسؤولة، لكن مش هنستنى لغاية لما هم يحلوها أو أمريكا تحلها. إذا كانت أمريكا بتندد يعني بتندد يعني اللي هي كأنها عاجزة، اللي هو والله إسرائيل ما مش كده يعني في المساعدات، مع إنها لو عايزة لفعلت لما بتقال كده. المهم، فبالتالي الحل اللي بيبقى دايما قدامنا واللي بنلجأ ليه على طول، حتى والمعبر على فكرة كان شغال، كان برضو بتبقى فيه عملية الإسقاط أو الإنزال الجوي لقواتنا المسلحة، القوات الجوية المصرية اللي من وقت للتاني كان على طول في الطلعات دي وفي المساعدات، أطنان المساعدات، وتحيا مصر لأهالينا في قطاع غزة زي ما هو قدام حضراتكم على الشاشة، يعني من قواتنا المسلحة، من الشعب المصري، مع أشقائنا كمان. يمكن في تنسيق دايما، أنا كان لسه من كام يوم كنت بكلم حضراتكم عن طلعة برضو مع دولة الإمارات العربية المتحدة النهاردة في التقرير اللي هنتابعه مع الإمارات ومع الأردن، أشقائنا اللي بنحاول إنه نخفف ونساعد بقدر الإمكان. خلونا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل. استمرارا للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق،
والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون بقطاع غزة. كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية واستمرار أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة شمال القطاع. يأتي ذلك ارتباطاً بالجهود والمساعي المصرية على كافة الأصعدة لاطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة والعمل على وقف الحرب ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية. نرجع لحلقتنا ونكمل أخبارنا وهنبتدي من النشاط الرئاسي. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام باستقبال السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند وكان معاه شقيقه الأمير قائد جوهر عز الدين وأنجاله. الحقيقة من خلال اللقاء ده يعني الرئيس طبعا رحب بزيارة سلطان طائفة البهرة بالهند لمصر وأشاد بالعلاقات التاريخية اللي بتجمع مصر بالطائفة وبالدور كمان اللي بيقوم بيه السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة بالإضافة كمان للمشروعات التنموية والخيرية اللي بتقوم بها الطائفة في مصر. والرئيس كمان أكد على أن مصر حريصة أنها تستمر في مسار التنمية في كافة أنحاء البلاد بما في ده المناطق التاريخية بالقاهرة. من ناحيته سلطان البهرة أكد تقديره البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود التنموية اللي بتقوم بها مصر على كافة الأصعدة وأشاد كمان بالدور المصري المقدر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وأشاد كمان بسعي مصر الدؤوب للعمل على إنهاء الحروب والنزاعات لتحقيق مستقبل أفضل للشعوب. نتابع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند والوفد المرافق له وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر ومؤكدا حرص الدولة على الاستمرار في مسار التنمية في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق التاريخية بالقاهرة التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري. من جانبه أكد سلطان البهرة تقديره البالغ للسيد الرئيس وللجهود التنموية التي تقوم بها مصر على جميع الأصعدة وما يشاهده من استمرار التقدم والتطوير في مصر فضلا عن حرص الدولة والسيد الرئيس بشكل دائم على تعزيز مبادئ وقيم المواطنة والتسامح بما يعزز التعايش والسلم الاجتماعي. كما نوه سلطان البهرة إلى الدور المصري المقدر في دفع جهود إرساء السلام والأمن
الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيدا بسعي مصر الدؤوب للعمل على إنهاء الحروب والنزاعات لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب. الحقيقة في ملف يعني ملاحظين وشايفين اهتمام الدولة المصرية بيه في الفترة الأخيرة، ودايما كنا بننادي بكده، هي مسألة الصناعة، قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية. الملف ده اللي الرئيس وجه انه نشتغل عليه أكتر وأكتر، المصانع اللي موجودة، المصانع عايزة تتوسع، المصانع اللي محتاجة دعم، كل هذه الأمور، التسهيلات، التيسيرات، الحاجات التشريعية، الرخصة الذهبية، كل الأمور دي. ليه؟ لأن أنت عندك في وضعك الاقتصادي محتاج، وزي ما بيقول الرئيس، ان احنا نزود من المكون المحلي، فبالتالي كمان انك تقلل من فاتورة الاستيراد، وتقدر ان انت تغطي وتكون موجود في السوق المحلي. ومش بس كده، كمان لما يبقى فيه توطين للتكنولوجيا والمكون المحلي يكون عندك كتير، فيبقى فيه فايدة مضاعفة ليك من خلال مسألة التصدير والعملة الصعبة. عشان كده الفترة الأخيرة الحقيقة، ولازم نوجه التحية لرئيس الوزراء، أنا أكتر من مرة الفترة اللي فاتت بنتابع وبنقول أخبار ليها علاقة إن رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عامل جولات تفقدية في أكتر من محافظة، في كل مرة يروح محافظة يدخل على المصانع، يدخل على المشاريع، يشوف المصانع عاملة ازاي، ايه اخبارها. هنا اهمية الجولات التفقدية على الارض، انك تكون ميدانيا موجود مع الناس، مع المصنعين، مع المستثمرين، ايه الاخبار، ايه المشاكل، ايه التحديات الموجودة عندكم، الدنيا تمام، طب محتاجين ايه. هنا بيبقى في رسالة ان الدولة جادة فعلا في مسألة دعم قطاع الصناعة، وانه انا مش بعمل قانون وخلاص، ما اكم من قوانين اتعملت، لكن العبرة بالتنفيذ، بالتطبيق على الأرض. فيبقى قانون، أنا القانون ده خدمك ولا لأ، الرخصة دي أخبارها إيه، طيب المكون المحلي شغالين لحد فين، عشان نصدر محتاجين إيه، علشان نقلل من استيرادنا محتاجين إيه. كل الأمور دي الحقيقة عناوين مهمة جدا جدا لدعم قطاع الصناعة في الدولة المصرية. وليه بقول الكلام ده لحضراتكم؟ رئيس الوزراء النهاردة كان موجود في جولة في عدد من المصانع في العاشر من رمضان، نفهم التفاصيل من معالي المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني عنوان الزيارة والرسالة من وراها، وطبعا تفاصيل عن اللي شافه النهاردة رئيس الوزراء يا فندم. في الحقيقة يا فندم، كما ذكرت حضرتك، الزيارة بتاعت اليوم في إطار الجولات الدورية التي يحرص السيد رئيس مجلس الوزراء على القيام بها إلى المناطق الصناعية والمشروعات الإنتاجية المختلفة. الرسالة الأساسية هي حرص السيد رئيس مجلس الوزراء على متابعة العمل على أرض الواقع ومعدلات التنفيذ. كما تعلمين حضرتك أن الدولة حريصة على منح المصانع والشركات العديد من الحوافز والمميزات والمزايا التي تمكنها من سرعة إنشاء المصانع، وتهدف تلك المزايا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي هناك حاجة لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، وكذلك متابعة أو تذليل أي عقبات تواجه تلك الشركات. من هنا الرسالة الأساسية التي نحرص أيضا على توجيهها، إلى أن الدولة، خاصة هذه الرسالة موجهة إلى المواطن، إلى أن الدولة تسعى بكل طاقتها إلى القيام بعملية تطوير وإصلاح اقتصادي شامل، وأحد أهم القطاعات في الاقتصاد المصري هو قطاع الصناعة. تمام. قطاع الصناعة لديه فرص واعدة في زيادة الصناعة. طب دي رسالة للمواطن، الرسالة بقى للمصنعين، للمستثمرين، يعني ملاحظات رئيس الوزراء النهاردة في المصانع اللي تفقدها، يعني هل في أي مشاكل وعد بحلها؟ يعني المردود يا معالي المستشار على الأرض كان عامل إزاي؟ المردود يا فندم كان إيجابي جدا بالنسبة للمصانع، خاصة على سبيل المثال شهدنا اليوم حالة أو نموذج إيجابي جدا في مصنع شركة سان بيور لتصنيع الأدوات الصحية. المصنع واعد جدا، لديه مؤشرات عالية في المكون المحلي، أكثر من 75% مكون محلي. لديه نسبة تصدير عالية. فالرسالة الأساسية اللي وجهها دولة رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدعم تلك النماذج من المشروعات والمصانع الناجحة، وإن الحكومة لديها استعداد لتقديم المزيد من الدعم للمستثمرين والشركات الناجحة، سواء من خلال توفير المزيد من
الأراضي للتوسعات، سواء تذليل أي طب في تعقبات. النهارده كانت طلبات بتوسعات، طلبات ان انا عايز اصدر اكتر فمحتاج حاجه فهنشتغل عليها. يمكن خلينا نقول حضرتك انه الرساله او الطلبات الاساسيه اليوم كانت بقدر كبير ترتبط بالحرص على زياده الصادرات، زياده المعدلات التنفيذ. تمام. احد ابرز تلك النماذج كان في مصنع بوش على سبيل المثال. المصنع هو نموذج ناجح، ما زال المشروع تحت الانشاء. السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء طالب بزيادة معدلات التنفيذ والمصنع تجاوب، وإن شاء الله سنشهد بداية الإنتاج خلال شهر نوفمبر المقبل. المصنع أيضا حصل على الرخصة الذهبية. فإذا هناك تجاوب من جانب الدولة تجاه أي مشروعات ترغب في حصول على أي مزايا لتساعدها على سرعة معدلات إنشاء المصنع. تمام يا فندم. وفي ذلك الوقت الدولة بتؤكد أنها بتحرص على المتابعة على أرض الواقع حتى تتأكد من تذليل أي معوقات. وده أهم حاجة سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشكر حضرتك. خبر سريع لأنه ده مهم جدا، لأن كان في حالة من الجدل الحقيقة خلال الفترات اللي فاتت، مسألة متعلقة بالجنازات وتصويرها. النهارده زي ما تقولوا كده في حسم بقى، وده جاي من على لسان وزارة الأوقاف اللي طلعت تعميم أو منشور كده في جميع المساجد بخصوص منع تصوير صلاة الجنازة أثناء الصلاة عليها أو دخولها أو خروجها من المسجد. مفيش ولا وقتها ولا بعدها ولا قبلها ولا أي حاجة. في منشور وزارة الأوقاف بتقول: نظرا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعا باتا تصوير أي جنازة مرة تانية سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وعلى الجميع مراعاة ذلك مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله. إذن يعني ده خلاصة القول، واتحسم الموضوع بمنع وزارة الأوقاف مسألة تصوير الجنائز في أي حالة طبعا في المساجد. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الرئيسية إن شاء الله وعن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ورفح الفلسطينية واللي حصل كمان في الأمم المتحدة امبارح. كل هذه الأمور هنناقشها مع حضراتكم بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. كل يوم في جديد، كل يوم الأوضاع من سيء لأسوأ، كل يوم الدولة المصرية بتواصل جهودها وتحركاتها للحل السياسي، لمسألة الهدنة، للتفاوض، للحلول الأمنية المرفوضة بجملة وتفصيلا من الجانب المصري. والحقيقة احنا حتى هذه اللحظة وآخر الأخبار اللي كنا بنتابعها مع حضراتكم يعني من دقائق، كنا بنتكلم عن موقف مصري يحمل كيان الاحتلال كامل مسؤولياته تجاه تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وفي رفح الفلسطينية. بيتكلم كمان وبيوجه رسالته للمجتمع الدولي والأطراف المعنية إنها برضو تتحمل مسؤوليتها تجاه كل هذه الأمور. التطورات زي حالكم شايفين، إسرائيل مصرة على إنها تفرض واقع على الأرض باجتياح رفح الفلسطينية، بتوسيع العمليات العسكرية. التهديد الأمريكي مسرحية هزلي غير قاطع بالمرة بأي شيء. في الداخل الإسرائيلي مظاهرات شعبية يعني بتقول لازم يبقى في يعني إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإقرار الهدنة، نتنياهو اللي معاه الحكومة تستقيل، كل هذه الأمور. الحكومة الإسرائيلية أصوات متطرفة ضاغطة وبتهدد بالاستقالة وكل هذه الأمور، وإن نتنياهو من مصلحته استمرار الحرب وإلا ينتهي مستقبله السياسي، وهو ده الأمل. ومش مسألة حماس أو قيادات حماس، مسألة تصفية القضية الفلسطينية. كمان تطور مهم أقول لحضراتكم عناوين كده عشان ده مجمل التفاصيل اللي هنناقشها مع حضراتكم. الجمعية العامة للأمم المتحدة وخطوة تاريخية رحبت بيها الدولة المصرية والدول العربية والدول المنصفة اللي صوتت بالأغلبية الساحقة امبارح على مسألة العضوية الكاملة لدولة فلسطين مع طبعا
اعتراض بعض الدول وامتناع البعض، ودول معروفين. لكن مكسب في حد ذاته نقدر ان احنا نبني عليه ايه؟ طبيعة الخطوات السياسية المترتبة على ده، كل هذه الامور هنتكلم فيها مع ضيوفنا. خليني ارحب بسيادة اللواء عادل عمدة، المستشار بالاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. مساء الخير يا سيادة اللواء. اهلا وسهلا استاذ لبنى. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. دكتور جهاد الحرازين، استاذ العلوم السياسية جامعة القدس، اهلا وسهلا بك دكتور جهاد. اهلا بك استاذنا. عايزة أبتدي مع حضرتك لو تفضلت سيادة اللواء بآخر تطور الساعات الأخيرة والتصويت اللي حصل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتقرأ ده إزاي يا دكتور؟ يعني أولا بعد التحية لك وللضيف الكريم ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن هناك خطوة إيجابية كبيرة كانت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة بعدما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو يوم 18 إبريل عندما طرحت الجزائر المندوب العربي بمجلس الأمن التصويت لصالح الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين. إلا أن بعد هذا الفيتو تم اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، ولذلك أعتقد بأن هذا التصويت الذي صوت من خلاله 143 دولة لصالح الدولة الفلسطينية كاملة العضوية، وفقط اعتراض 9 دول من 4 دول غير مذكورة على الخارطة الدولية، بالإضافة إلى امتناع 25 عضو، هذا الأمر الذي يشكل حالة من الانتصارين سواء على الصعيد المعنوي أو على الصعيد الإجرائي. على الصعيد المعنوي هناك قضية مهمة جدا بأن المجموعة الدولية أو الإرادة الدولية بأسرها هي مع إعطاء الشعب الفلسطيني حقه كدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، وهي رسالة لمجلس الأمن بأن ما يجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو عبارة عن توصية حقيقية وضاغطة على مجلس الأمن، لأننا نعلم جيدا بأن أي دولة تريد الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يجب أن تكون هناك توصية من مجلس الأمن وموافقة ثلثي أعضاء الجمعية لمجلس الأمن. ولذلك ستعود الرسالة مرة أخرى من خلال الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن ليتم عرض الموضوع على مجلس الأمن، ولكن هناك حالة من التروي في هذا السياق لعرض الموضوع مرة ثانية. رد الفعل الأمريكي المتوقع ورد الفعل الإسرائيلي، رد الفعل الإسرائيلي شفناه امبارح من خلال المندوب بتاعها اللي وقف وقطع الميثاق. وهذه يعني وهي كانت عبارة عن وصمة عار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليتم كان يجب أن يتم طرده، علما بأن إسرائيل عندما أخذت عضويتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة أخذتها وفق قرار جمعية عامة للأمم المتحدة، ولم يكن هناك قرار لمجلس الأمن فيما يتعلق بهذا السياق وفقا لقرار 181 الذي نص على كده، واحنا لازم مجلس الامن. ولذلك اعتقد لا، ليه اسرائيل وقتها خدته بالشكل ده من غير مجلس الامن وفلسطين؟ كانت بدايه الجمعيه العامه للامم المتحده، وكانت هناك الدول لم يتجاوز عدد الدول 50 دوله في الاعضاء في الجمعيه. طب فالشاهد من الكلام خدتها بالشكل ده وبرغم كده خدتها بالشكل هذا، ولذلك كان من ضمن الخطوات القانونيه التي من الممكن اللجوء اليها هو المطالبه ب ترجيع أو تصفير الصراع للبدء منذ البداية للنظر في عضوية إسرائيل، لأن إسرائيل عندما أخذت عضويتها وتم الاعتراف بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة كعضو دائم في الجمعية، كان هناك اشتراط في قرار 181 على أن تعترف إسرائيل وتلتزم بالاعتراف بالدولة العربية الأخرى التي هي بجوار الدولة اليهودية التي نص عليها قرار 181. ولذلك وضع وزير خارجية الاحتلال في تلك الفترة مائير شاطريت التزاما وتعهدا لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن إسرائيل ستعترف بالدولة العربية أو بالدولة الفلسطينية في حال قيامها، إلا أن هذا التعهد حتى اللحظة لم يتم العمل به. هذا من جانب. على الصعيد الإجرائي نحن أخذنا كل إمكانيات الدول الأعضاء بشكل كامل، سواء من حيث الجلوس في المقاعد المخصصة للدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق الترتيب الأبجدي، لأن فلسطين كانت كدولة مراقبة هي تجلس في صفوف منظمة جمع الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، المنظمات المراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا من جانب. من جانب آخر، تستطيع فلسطين أن تتحدث باسم أي مجموعة دولية بداخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لها حق تقديم الاقتراحات، حق الاعتراض، حق المشاركة، حتى المشاركة في المؤتمرات التي تعقدها الأمم المتحدة لفلسطين الحق. فقط الممنوع على فلسطين في هذا السياق
أن تصوت أو أن يكون لها حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو تكون ضمن هيئة أو ضمن الهيئة العامة للجمعية للأمم المتحدة أو ضمن الأعضاء الذين يتم اختيارهم في مجلس الأمن بشكل دوري. لذلك قلنا بأن هذا انتصار معنوي وانتصار إجرائي فيما يتعلق بهذه القضية. تمام يا دكتور جهاد. سيادة اللواء، السياق ده والتوقيت ده، التزامن انه يحصل التصويت في الجامعه الامم المتحده مع عمليات عسكريه في رفح، مع تهديد اسرائيلي، مع يعني تعنت، وانه ولا المجتمع الدولي ده قادر ان هو يكون ليه كلمه، او اسرائيل لا تعبأ بيه على الاطلاق. فالسياقين دول مع بعض او التزامن ده شايفه ازاي؟ ايه طبيعه الرساله اللي من وراه اللي ياثر كمان على العمليات العسكريه ولا لا؟ لا، هو ما فيش تأثير على العمليات العسكرية لأن في نية مبيتة للإخلال بكل المنظومة والضرب بيد من حديد على كل القواعد والقوانين سواء كانت إنسانية أو دولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان حتى بصفة عامة. فهم يعني متجهين للاتجاه ده وبيبذلوا فيه أقصى جهد إنهم يحققوا ما يعني ما حضرتك بدأت في كلماتك في مدخل الحلقة وقلت إن النية المبيتة تصفية القضية، وبالفعل هو متجه لتصفية القضية بالإبادة لكل الشعب الفلسطيني. فده الفكر. تزامن هنا نلاحظ أيضا إن هو كان بيكثف الضربات على رفح في بداية رفح وبعد وفد التفاوض في وقت الطائرة نفس التوقيت. يعني ده يدلل على ان ان كلام حضرتك اللي قلتيه يعني طب منين بتبعت وفد للتفاوض؟ المفترض ان انت يعني تخفف حده الضرب او تخفف التعاطي مع الموضوع ده كده لانك بعت وفد عشان يتفاوض وبتديله سقف للتفاوض ومش مديله اكتر من كده وما توافقش على اي حاجه يوافق عليها حماس. يعني اللي عايز اقوله في النهايه يعني في ازدواجيه معايير وفي كلب ميكالين وفي تطرف وفي عشوائيه وفي تعنت وفي صلف وفي غرور وفي اجراءات تعسفيه كده ضد الشعب الفلسطيني تحديدا في القطاع يعني المستهدف منها تحقيق الاغراض الخبيثه والدنيئه الهدف اللي يصبغ اليه اللي هو تصفيه القضيه من خلال اباده الشعب الفلسطيني الموجود في قطاع في غزه ربطا بيكونه يعني احد الادوات او الاليات المكونه لشكل ومفهوم الدوله بصفه عامه اللي طرحناه فيما سبق. يمكن طرحنا مفهوم الدوله وقلنا الدوله عباره عن اقليم عليه سكان يربطهم نظام سياسي في اطار سياده كامله على الارض ودستور وارض وشعب بالظبط. اما ده الاقليم شعب الاقليم عليه شعب فانت عايز تبيد بقى الشعب اللي بيبقى فيش حاجه موجوده خالص يبقى فعلا فرغت الموضوع من محتواه. يبقى كلمه الدوله لما يجي الحل ده حتى حل الدولتين طب مين مع مين اذا كنت ابدت الجزء الاساسي في الموضوع؟ قولي طب احنا سياده اللواء متفقين ان ده الهدف الرئيسي والهدف الوحيد وهم اعلنوه بشكل او باخر يعني وقال لك دي فرصتنا وان طبعا قالوها ويطلعوا على سيناء المعطيات بتدي له الفرصه المعطيات اللي والاحداث بتدي له نفس الفرصه يعني احنا بعد ما كنا وصلنا لمرحله معينه الاقي حادث او اجراء يتم يبتدي هو ياخده ذريعه عشان ينفذ اغراض. يعني انا عمال اناور يعني الدوله المصريه بتبذل جهود كبيره جدا على انها تحل الموضوع او تحلحل القضيه وتقرب وجهات النظر ووصلنا بالفعل الى اتفاق نفاجئ بالتصرف كده يجي يعني قلب الترابيزه زي ما بيقولوا فاضطر التاني ياخد اجراءات من شانها يعني تنفيذ اعمال خبيثه ضد الشعب الفلسطيني في القطاع وينفذ اغراضه الخبيثه والدنيئه ويكون نتيجته خسائر كتيره في الارواح اضافه الى تكسير البنيه التحتيه ويقفل معبر رفح ويقفل معبر كرم ابو سالم. فبالتالي الادوات والمساعدات والمؤن والعتاد بقاش يصل الى القطاع وحاله كارثيه بيعيشها القطاع. طيب انا هرجع لك بقى يا فندم العمليات العسكريه هو بيعملوا ايه دلوقتي في رفح الفلسطينيه والكلام عن خان يونس وحماس هناك وكل التفاصيل دي بس سياسيا دكتور جهاد دلوقتي انا عندي شارع اسرائيلي غاضب ومش هقدر اقول برضو عمم لان في متطرفين وعايزين العمليه لنهايتها لكن في اللي بيقول لك لا رجع لي المحتجزين الحكومه تستقيل كل هذه الامور ده الشارع. الحكومه نفسها في اصوات بتقول انا عايز الهدنة في اصوات بيقول هنسحب وهستقيل وهوقع لك الحكومه. فسياسيا هل نتنياهو واقع تحت ضغط من حكومته او من الشارع ولا برضو المسائل دي ما تغيرش في الامور حاجه؟ يعني اولا علينا يجب ان نتفق على قضيه مهمه بان نتنياهو منذ البدايه يعمل لمصلحته الخاصه ولمصلحه حزبه بما يتعلق بكل هذه القضايا وخاصه بعدما اظهرت كافه استطلاعات الراي بان هناك تراجع
كبير فيما يتعلق بشعبية نتنياهو أو حتى بشعبية حزب الليكود. ولذلك هو لا زال مصمم ومتمسك بائتلافه الحاكم الذي يضم بلوك يمين، بنسميه نحن في السياسة بلوك يمين، المتطرف سومتريش وبن غفير ودرعي ويهودا التوراة، أي بمعنى الأحزاب اليمينية هي الحاكمة والتي لديها 64 مقعد بالكنيسة. إذن أمام نتنياهو عامان آخران حتى تكون هناك انتخابات جديدة، ولذلك هو يخضع أو يقع كما نقول تحت سيطرة هذه الأحزاب. ولذلك عندما يتم الحديث بأن هناك 132 مختطف إسرائيلي بقطاع غزة، لا، لديهم 133 مختطف، لأن نتنياهو أصبح مختطفا من قبل اليمين الإسرائيلي الذي ينفذ رغبته. عندما يتم الحديث عن الشارع الإسرائيلي علينا إدراك شيء مهم جدا، بأن الشارع الإسرائيلي هو غير مؤثر بالنسبة لنتنياهو. الذين يخرج بالمظاهرة من؟ جزء من المعارضة والجزء الآخر هم أهل الأسرى، بمعنى ليس بالعدد الكبير، ليس بالعدد الكبير. حتى أن المعارضة التي يقودها يائير لبيد الآن هي التي باستطلاعات الرأي، عندما كان اليوم يتحدث عن 18 مقعد تراجع في استطلاعات الرأي إلى 12 مقعد. جانتس عضو مجلس الحرب وإيزنكوت الذي هو منافس أول لنتنياهو بكافة استطلاعات الرأي لم يقبل بالانسحاب من الحكومة أو من مجلس حكومة الحرب، هذا من جانب. من جانب آخر جميع الإسرائيليين متفقين على قضية معينة ألا وهي استمرار الحرب والقضاء على المقاومة الفلسطينية أو إبادة الشعب الفلسطيني، وهذا عبر استطلاعات الرأي. ولكن ما تخرج من المظاهرات هي تطالب بماذا؟ بإطلاق سراح المحتجزين. اسمح لي أنا هغير السؤال أو هعكس السؤال، إيه اللي يخلي نتنياهو أو حكومته تتغير البوصلة، تتغير الفكرة ويبقى فيه هدنة وقف إطلاق النار؟ إيه اللي ممكن يحصل عشان ده يتم؟ أولا يعني هذا من الأمور المستبعدة، إلا إذا إيه؟ هناك ضغطا أمريكيا حقيقيا حقيقيا وليس عبارة عن مجموعة من الشعارات ترفع لذر الرماد بالعيون. واللي بيحصل ده شعارات وانتخابات، كان تقرير وزارة الخارجية المتعلق باستخدام الأسلحة والذي تحدث عنه بلينكين وتحدث جون كيربي، تحدثوا جميعا بأن لم تثبت الدلائل على أن إسرائيل قد استخدمت السلاح الأمريكي فيما يتعلق خارج القانون الدولي أو بما يتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان، ولم يروا حجم المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، المجازر التي ارتكبت ب 35 ألف شهيد وأكثر من 80 ألف مصاب وأكثر من 20 ألف مفقود، ودمرت كافة مقومات الحياة بما فيها المستشفيات، المدارس، الجامعات، البنى التحتية، شبكات الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، بمعنى تدمير كامل لقطاع غزة. لم يروا ذلك بأن كل ما تم تدميره هو بالأسلحة الأمريكية، هذا من جانب. من جانب آخر سمعنا بأن إسرائيل تريد إعاقة أو وقف صفقة أو شحنة السلاح الأخيرة، علما بأن إسرائيل أمريكا قدمت إلى إسرائيل 230 طائرة شحن عسكري محملة بالأسلحة و40 سفينة محملة بالأسلحة قدمتها إلى إسرائيل، وقدمت 6 صفقات أسلحة دون المرور بالطرق العادية أمام الكونغرس الأمريكي، أو بمعنى بالأمر المباشر من الأمريكي. ويتحدث بأن لسنا عندما بدأ الضغط اللوبي الصهيوني الحقيقي وبدأت وخرج عنوان نيويورك تايمز بالأمس، ماذا خرج العنوان؟ خيانة، بايدن يخون إسرائيل بمنع صفقة السلاح، ويخرج بن غفير ليغرد على موقع إكس ويقول بايدن يحب حماس. عمل بايدن وقلب كده وحماس. بايدن يحب حماس. أي بمعنى بيضغطوا عليه. بدأ التراجع وقالوا بأن أمريكا تدرس ولم تتخذ قرارا بمنع نقل الشحنة. لا طبعا تراجع كبير، وده اللي شجع نتنياهو أنه يعلن بعد ساعات من كلام بايدن أنا هوسع عمليتي العسكرية في رفح. على الارض بقى يا ست اللواء، المعطيات اللي احنا شايفينها، يطلعوا يقولوا احنا اكتشفنا ان السنوار واللي معاه مش في رفح، دول في خان يونس، اكتشفنا ان في جباليا حماس بتعيد تنظيم نفسها وقوتها، فاحنا هنعمل عمليه عسكريه في الشمال. فهنا الارض بقى المعطيات بتقول ايه؟ الارض بتقول الاتي. اولا اكمل بس على الجزئيه اللي قالها زميلي الفاضل فيما يتعلق بالدعم الامريكي. يعني ما يكون في 95 مليار دولار مخصصين لثلاث دول، اوكرانيا وتايوان واسرائيل، منهم 26 مليار سلاح فقط لغير اسرائيل،
ده كونجرس مصدع عليهم. صحيح. على ايه؟ على اثر بس التصويت او امتناع عن التصويت في مجلس الامن على ايقاف اطلاق النار لما 14 دوله وافقت وامريكا قبل العيد باسبوع تقريبا. ايوه يعني أيوه. على اثر ده انا بقول لحضرتك شوف التضحيه قد ايه. وتلاها بقى التمثيليه اللي حصلت بتاعت ايران. بتاعت ايران وراحوا موافقين لهم على ده كان 26 مليار دولار حاجه زي كده. 26 مليار انا بقول لحضرتك 26 من ضمن 95 ايران على طول. بالظبط. يعني عايز اقول ايه؟ ان نعرف بس عشان خاطر بس اكد ان ديك في كلب ميكالين وازدواجيه معايير وان ده متبني الموضوع وبيبيع في دفع يعني لا ظاهرا ضد القرارات ضد لحل الدولتين ومش عارف والاعتراف الكامل بالدوله الفلسطينيه ودي تصريحات الثلاثه سواء بايدن او كمالا هاريس او بلينكن او كل حتى ويليام بيرنز اللي بيجي يعني مفاوضا او مندوب عن امريكا. وهنا برضو عشان بس انا باكد بس على الجزئيه اللي قالها زميلي الفاضل انت موجود يوم الاحد معانا في القاهرة هنا الحد اللي فات وموجود وكنت قاعد راعي من ضمن او رسائل الطمأنة اللي بتطمن بيها ان الاتفاق هيتم. حاضر. وطلعت مع الوفد الى قطر الى الدوحة ونفاجأ بانك انت يعني هنشاور لسه امريكا لما تعرض عليها موافقة حماس تقول لك هشاور لسه. نرجع لسؤال حضرتك الموقف على الارض ايه؟ الموقف على الارض ان اسرائيل في واخدة اولا مدينة رفح عبارة عن يعني مساحة تقريبا حوالي تسع قرابة 300 ألف أو من 200 ل 300 ألف مواطن فقط اللي موجود فيها دلوقتي قرابة المليون ونص. في شارع بيقسمها شارع صلاح الدين اللي بيقسم القطاع كله بيعمل نفس الإجراء مع مدينة رفح لوحدها فبيقسمها جزء شرقي وجزء غربي. الجزء الشرقي ده آخره في الجنوب معبر رفح فالجزء ده تم الاستيلاء عليه مع معبر رفح مع الجزء الشرقي وتم استهدافه من خلال المدفعيه ومن خلال الطيران فبالتالي ضرب كله على القطاع الشرقي. يعني يكاد يكون في مساحات كبيره من منزرعه والباقي كله في حوالي 100,000 ال 100,000 دول من اجمالي مليون ونص يعني مليون و400 موجودين في غرب الطريق شرق الطريق موجود فيه العدد ده كله ابتدى يترحل الى منطقه المواصي بالظبط المواصي ده في منطقه ساحليه على بقرب من خان يونس ما فيهاش اي مقاومات للحياه فبالتالي ما فيهاش مقاومات حياه بالتالي والناس ما في اضافه الى ايقاف بقى الامدادات اللي كانت بتترد من سواء من كرم ابو سلمة او من رفح المساعدات او ادوات جراحيه او يعني علاجيه او ايا كان مؤن او كهرباء او وقود او العمليه ده كله متوقف نتيجه التعدي على المعبرين لو كان مربو سالم من ناحيه فلسطين او رفع من ناحيه فلسطين فهذا هو الوضع اضافه الى قيام بعمليات نوعيه باستهداف الداخل في الجزء اللي فيه بقى المليون و400 الف المتبقيين التانيين عمليات الطيران يضرب على بيوت ومنازل او على مستشفيات او على مناطق تجمعات على اعتبار ان فيها عناصر من حماس بترد بيهم بالمعلومات يعني تيجي طبعا الموضوع بلا اي نتيجه ولكن تدمر اسر بالكامل ويدمر منازل بالكامل. طب هم طالعين يقول لسه من شويه يقول حماس مش في رفح. ما هو بيستهدف بعض المعلومات بتجيله. في عناصر بتديها معلومات مكذوبه او هو بيضرب كده. على فكره يعني انت بقالك كتير عمال تقول انا هدخل رفح اكيد اللي في رفح مشيوا مش هيقعدوا يستنوك يعني. لا ما هو هيروحوا فين؟ المشكله يعني عندي برضه. الدكتور جاد بيضحك يعني اصل فعلا انا عمال اقدم بقول يعني ده من قصدك على حماس أو لكن هي الفكره فكره ايه؟ ما بقول لحضرتك هو تصفيه جسديه اكثر الاقل للبشر تصفيه جسديه للبشر باستهدافهم تحت مسميات مختلفه يعني انا يجي على منزل كده وعشوائي ضرب عشوائي المشكله ان الضرب عشوائي يعني ايه بيفرض ان هو بيضرب تحت وطئه التنشين يعني لكن هو ما بيعملش كده لو بيضرب ضرب عشوائي بالمدفعيه المدفعيه دي لما تضرب ما بيبقاش حاجه محدده معنى بنقول اللي تحت الارض هيمشوا مش هيستنوا بس اللي فوق الارض للاسف هم دول اللي بيستشهدوا او بيموتوا وده الخسائر بتيجي من هنا فهنا بقول لحضرتك هو النيه مبيته الى استهداف يعني اظهار شيء وما خافية انا اعصب. طيب هرجع لحضرتك ليك تعليق دكتور جهاد اتفضل. يعني هي الفكره بتكمن وين؟ يعني استكمال لحديث سياده اللواء يعني نتنياهو لا زال يناور على عامل الوقت، لا زال يريد مزيد إطالة من الأمل. الوقت، اطاله العمليه باي طريقه وهذا لهدف بعيد لحد هو هو لغايه الانتخابات الامريكيه لان نتنياهو لا زال يراهن على ان قدوم اداره امريكيه جديده بمرشح الحزب الجمهوري وهو على مرشح الحزب الجمهوري ترامب هو الصديق الاوفى لاسرائيل لان ترامب بايدن يعني هو اثر هو عمل حاجه ولكن يعني اكثر وفاء لاسرائيل لان ترامب اعطى ما لم يعطيه اي رئيس امريكي على
الصهيوني 46 رئيس امريكي لم يعطوا ما اعطى ترامب لنتنياهو، اعطى الجولان، اعطى القدس، اعطى حول شط قضيه اللاجئين، اعطى منع الوكاله، كل قضايا كل ما ارادوا نتنياهو قدموا له ترامب. ولذلك وجدنا اليوم موضوع غزه اولا هو بيراهن اطاله امد العمليات حتى الانتخابات الامريكيه والقادم الجديد هذا جزء. الجزئيه الاخرى، نعود بالذاكره للشهر الثالث في الحرب، طرح نتنياهو خطته التي أعلن عنها والتي قدمها للحكومة ذات النقاط العشر، والتي تستند بالأساس عامين من الحكم العسكري لقطاع غزة، ومن ثم إيجاد إدارة مدنية محلية وإعادة إعمار والبدء، كل ذلك بإشراف إسرائيلي وبمتابعة إسرائيلية. في هذا المخطط نجد أنه نتنياهو لازال اليوم، نتنياهو ليس لديه معلومة كيف سيكون اليوم التالي للحرب. ولذلك عندما سيطر على معبر رفح بدأنا نسمع بأن المطلوب شركة أمريكية لإدارة المعبر، وهو يقول أنا سأخلي المعبر عندما نجد الجهة التي ستدير المعبر، نجد الميناء العام الذي يتم تشييده من قبل القوات الأمريكية على بحر قطاع غزة. كل هذه السياقات إذا وضعناها بالحقيقة نجد بأن نتنياهو ليس لديه رؤية، ولكن نتنياهو يريد إطالة أمد العملية العسكرية، لأن طالما أطيل أمد العملية العسكرية إذن هو لازال رئيسا للحكومة، محافظا على بقائه، محافظا على الائتلاف الحاكم، لأن هناك تهديدات من قبل كل من سومتري شوبنغافير في حال وقف العملية العسكرية انسحابهم من الحكومة وانفراط عقد هذه الحكومة. إذن في هذه السياقات من مصلحة نتنياهو إطالة أمد العملية العسكرية. يأتي عنصر المناورة في ماذا؟ نتنياهو أوهم العالم ووصل العالم بأسره للحديث فقط عن مدينة رفح، في ظل أنه كان يقتل في غزة ويقتل في منطقة خان يونس ويقتل في المنطقة الوسطى ويمارس الاستيطان في الضفة الغربية ويقتحم يوميا مخيم، وهناك يوميا عشرات الشهداء في مدن الضفة الغربية، ويريد تنفيذ المخطط بشكله المصغر في مناطق الضفة الغربية على ما هو بشكله الموسع في قطاع غزة. لذلك نتنياهو يريد استمرار هذه عمل المناورة لأجل تحقيق هدفه الذي وضع في الكنيسة الإسرائيلية والذي طرح عام 2017 أمام الفلسطينيين، ثلاث خيارات: إما إبادة كاملة، وإما تهجير قسري، وإما أن يكونوا بدون أي أي حقوق سواء سياسية أو اجتماعية أو مدنية. هذا المخطط عرض على الكنيسة من قبل سومتريش، واليوم سومتريش وبنغافير أعضاء في الحكومة، بل هم من يقود الحكومة التنفيذ بقى. أصحاب الرؤية ودلوقتي هم اللي في موقع التنفيذ أو أصحاب سلطة التنفيذ. بعد الفاصل نكمل مع حضرتك. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية. بنكمل نقاشنا عن الوضع في الأراضي الفلسطينية، رفح الفلسطينية، العمليات العسكرية، البعد السياسي، الوضع داخل إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، كل الأطراف المعنية في هذه الأزمة. وخليني أجدد ترحيبي بدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية جامعة القدس. أهلا وسهلا بك مرة تانية دكتور جهاد. سيادة اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية الاستراتيجية أو الدراسات العليا والاستراتيجية، أهلا وسهلا بك. أهلا بعدك. عسكريا احنا كنا بنناقش في الجزء اللي فات العمليات رفح الفلسطينيه، طيب الشمال، جباليا، خان يونس، كل هذه الامور. طيب هنا
فين حماس، القدرة العسكرية للحماس وفقا لطبيعة تطور الأحداث من اللحظة الأولى لغاية دلوقتي، هل ما زالت عندها يعني طبعا صعب ان احنا نحكم، بس في ضوء البوادر او المعطيات اللي قدامنا وردود الافعال اللي بتتم، والجبهه الثانيه كمان يعني شمال اسرائيل مع حزب الله اللي اعلن ان هو مستعد وفي حاله تعبئه وكل هذه الامور. شوف حضرتك انا نبدا بالجزء الجنوبي الاول. يمكن قبل الحلقه كنت قاعد مع الدكتور جهاد وتناقشنا في الجزئيه دي. طب هل يعني هو يعني دكتور جهاد قال لي ان هو العدد او حجم القوات الموجوده في حماس ابتدى يضعف، يعني القدره العسكريه بتاعتها ابتدت تضعف. انا ما عنديش اختلفت مع سيادته في الراي لسبب، لان ما فيش معيار ثابت يقدر يقول لي قد ايه، لان كل الموجودين هناك دي عناصر مدنيه مش مسلحه، مش ظاهره او للساحه ان انا اقول ده حمساوي او ده غير حمساوي او ده داخل القطاع، فبالتالي الموضوع يعني عايم، ما اقدرش احدد بالترتيب. فبالتالي القدرات العسكريه هي عباره عن ايه؟ عن شاب يستطيع حمل سلاح والتعاطي مع الموضوع، قدرات عسكريه ظاهره وباديه باليات و ما عندوش الاليات دي، لكن هو بيعمل باسلحه فرديه تكون او بسلاح مبسط او بسيط يستخدمه في الظروف اللي احنا عايشين فيها دي، ظل ان ما عندوش لا وحده عسكريه ولا كتيبه ولا كده. كانوا قالوا ان في 4 كتائب من حماس موجوده في رفح، البدايه والتصنيف كان جاي على كده ان في 4 كتائب. طب فين هم ال4 كتائب دول وموجودين فين؟ كموقع وكاستطلاع وكأقمار صناعيه، دي مساحات بتاخد مساحه، الكتيبه بتاخد مساحه محدده، فمعلومه وظاهره. الكيان ده موجود فين؟ مش موجود وظاهر. طب موجود تحت الارض؟ مفيش دبابات تبقى تحت الارض، هو ما يمتلكش دبابات. ما هو حتى قال لك لما اسرائيل حته المدرعه ولا الدبابه دي اللي طلعت لغايه المعبر، هي حماس كانت فين في الطريق؟ يعني سمح عادي مشي يعني هل هنا في فرق في طبيعه؟ هي الدليل على انه في تراجع. ليش لما نيجي نحسبها بعد اذن سياده اللواء، الايام الاولى للحرب كانت تطلق مثلا الاف الصواريخ، مئات الصواريخ، بعد هيك في حاله من التراجع. اليوم لما وجدنا لان كلام يا دكتور جهاد ان احنا دلوقتي بنفكر لا عمليات نوعيه حاجه كده، لكن مش اللي هي الضربات الراشقه اللي بنقول عليها دي. عمليات الاجتياح كان في الاول رهانات انه اسرائيل لن تدخل حرب بريه. اسرائيل دخلت حرب بريه واجتاحت كل مناطق قطاع غزه وعاثت فسادا في الارض بشكل كامل. انا عندي تحفظ على الجزئيه دي، لان كان في كل الاجتياح البري اللي تم في قطاع مبسط تحت في وادي غزه في ناس سياده اللواء، لم تخلو منطقه من قطاع غزه اللي دخلتها القوات اللي دخلتها قطاع مصغر وفصل ما بين الشمال والجنوب لما كان بيسمح بالدخول من الشمال للجنوب اكثر الاقل. طب انا عايزه اقول لك خبر، دخلوا شمال غزه بكل مناطقه، بمخيم جبلية، بيت لاهي، بيت حنون، دخلوا مدينه غزه، شرق غزه وغرب مدينه غزه، دخلوا المنطقه الوسطى بكل مخيماتها، البريج، المغازي، انصيرات. يعني حضرتك عايز تقول ان قدرات حماس تراجعت دلوقتي كعدد او اعتاد؟ قدرات عدد واعتاد تراجعت؟ هناك حاله من التراجع، ليست بنفس القوه اللي كانت في بدايه المعركه. طيب في بدايه المعركه كنا بكل يوم بنلاقي في خسائر اسرائيليه، في عمليات تدمير للاليات العسكريه الاسرائيليه. عايز اخد حضراتكم في نقطه متعلقه بخطه عمليات رفح او اجتياح رفح، لان الاداره الامريكيه كانت بتتكلم في الاول انه احنا عايزين بس نشوف الخطه، يعني بس طمنونا ان ما تبقاش الخسائر، هاجل حضرتك ان الخسائر ما تبقاش كبيره، وبعدين اطلعنا، وبعدين لا احنا رافضين عمليه اجتياح رفح، طب السلاح، كل هذه الامور. اخر حاجه دلوقتي ان نقلا عن مسؤولين امريكان، واشنطن بوست بتقول ان الولايات المتحده الامريكيه بتعرض على اسرائيل دعم استخباراتي كبديل لعمليه اجتياح رفح او اقتحامها بشكل كامل. يعني ايه؟ يعني انها اولا عشان نبقى متفقين، البدايه ان امريكا عماله تسوف في الموضوع وتدي مبررات لنتنياهو عشان ياخد الاجراء، وهو ما زال مصرا. لكن يعني هي كانت بتدعمه برضه في العمليه، بتساعد بكل المقاييس، ولما تقول لك ولكن دعم استخباراتي انا بس هقول لك العمليه تروحوا فين يعني؟ لا مش تقولوا اعمل فين، لا هو عايز يتاكد ان العناصر عناصر حماس موجوده فين. مش هو هدفه المعلن ان هو يقضي على حماس او يخدع على حماس؟ فهي دعم الاستخبارات ده يحدد له اماكن هديك المعلومه حماس عشان تبقى عمليات نوعيه. عمليات نوعيه تجيب العناصر دي دونما انك انت تقضي على البقيه من البشر الموجودين في رفح. فده ده كلمه استخباراتي، مش تبقى من خلاله معلومات، معمل استخباراتي عمل معلوماتي، فبالتالي يحدد له اماكن العناصر الحمساويه الموجوده داخل رفح، وبالتالي يقدر
يقدر يحصل عليهم او يقتنصهم ويبقى كده حقق غرضه الخبيث. تمام دكتور جهاد، ده لحفظ ماء الوجه للجانب الامريكي قدام المجتمع الدولي، الشارع عنده اللي غاضب، مظاهرات طلابيه، امريكا بتعمل ده برضو ليه؟ يعني وقع تحت ضغط اكيد. ما هو يعني بايدن تحدث من البداية، عندما ذهب إلى ديريت ولا إلى ميتشينغ لم تستقبل الجاليات العربية والإسلامية، علما بأن هذه الولايات هي الولايات المرجحة في الانتخابات الأمريكية، ولذلك هو بدأ بعملية المناورة، الحديث عن عدم استهداف المدنيين والاتفاق على خط الدخول رفح والعمل ضمن إطار أهداف محددة، وهي المفهوم اللي تفضل أبو سيادة اللي هو بالعملية الاستخباراتية بأهداف محددة، وكما احنا بنسميها بعملية جراحية، عملية جراحية في مناطق معينة دون الاجتياح الكامل، الاجتياح البري، لأن يدرك الأمريكان بدأوا يدركوا، هو مدرك الهدف النهائي، هو يدرك التهجير والتصفية، هو لا يريد إيقاف نتنياهو بل هو داعم لنتنياهو. ولذلك بالأمس كان الحديث بأننا يعني يجب أن نتفق على عملية رفح ضمن أهداف محددة والقضاء على حماس، والقضاء على حماس. طب وانا اقدر اقول يعني اقدر اقول ان امريكا متفقه مع اسرائيل اقضي على حماس وادخلي العمليه، بس انا مش متفقه معاك في التصفيه وفي التهجير، في استهداف المدنيين، لانه في هناك وضع خط احمر على قضيه التهجير، وهنا لابد من الاشاده بالموقف المصري. من اللحظه الاولى كان موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض فكره التهجير، حتى اصبح هذا الموقف عباره عن حاضنه دوليه تتبناها الولايات المتحده الامريكيه وكل دول اوروبيه رفضا لفكرة التهجير، لأن مخطط التهجير كان قائم على قدم وساق. تحدث وزير التراث الإسرائيلي عم يحيى إلياهو، تحدثت وزيرة الاستخبارات، تحدث كل وزراء إسرائيل بضرورة عملية التهجير ونقل السكان الفلسطينيين سواء إلى سيناء. حتى في إطار الدعابة خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال لهم طب ما تنقلوهم على النقب، بدل ما تنقلوهم على سيناء وعلى مصر نقلوهم على النقب، أي بمعنى كان موقف مصري حازم وحاسم. هذا الموقف أنقذ المملكة الأردنية من مخطط التهجير الذي أريد للضفة الغربية، وتتساوق الموقف المصري مع الأردن وتم التوافق إلى أن أصبحت رؤية دولية في قمة القاهرة الدولية للسلام، في القمة العربية في الإسلامية في الرياض، في قمة بريكست الذي تحدث من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى في مجلس الأمن تحدث وزير الخارجية المصري، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن الآلية العربية أو اللجنة العربية الإسلامية التي طافت العالم وتحدثوا جميعا ضد فكرة التهجير، حتى أصبحت الإدارة الأمريكية تؤمن برفض فكرة التهجير التي أرادت لها إسرائيل. الأوروبيين كمان اتغيرت البوصلة ولهجة الكلام، الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي اليوم نرى جوزيف برويل يتحدث منسق السياسة الخارجية ويقول بأنها ضد فكرة التهجير مع الموقف المصري الذي دعا إلى وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية، وقف إطلاق النار، رفض فكرة التهجير، حتى الدعوة إلى مؤتمر السلام والتأكيد على خطة الطريقة التي عرضتها مصر والتي قالت ضرورة إيجاد أفق سياسي والوصول إلى حل الدولتين، حتى تبنى قائد دول الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام لتحقيق حل الدولتين وإنهاء الصراع في المنطقة. طيب هنا سؤالي الأخير سيادة اللواء، وكان زي ما أشار دكتور جهاد عن الموقف المصري، وده أمن قومي لينا، ودي حدودنا، ودي قضيتنا التاريخية أكيد. وكل هذه الأمور أكيد. إزاي مصر اتحركت؟ ودايما كنا بنناقش مع حضرتك المفهوم القوة الشاملة للدولة المصرية بكل أدواتها في أزمة زي كده، سياسيا، دبلوماسيا، عسكريا، برسائل برضو مهمة بيتم توجيهها في توقيتها. اولا نبدا بالسياسيه. طبعا كل الدبلوماسيه، العناصر الدبلوماسيه الاربعه المصريه كانت شغاله في هذا الاتجاه باحترافيه شديده، يعني السيد الرئيس دبلوماسيه الرئاسه وكان بيمارسها باحترافيه شديده، ويمكن اللقاءات اللي تمت واجريت سواء او في زياراته الخارجيه او في المؤتمرات او في متم طرحه سواء قمه الرياض وقمه القاهره وبريكس وكل ما طرحه وطرحه الدكتور جهاد. وفي نفس الوقت ده فيما يتعلق بدبلوماسيه الرئاسه، اضافه الى اللقاءات المتبادله والزيارات المتبادله بين السيد الرئيس والعاهل الاردني او لكثير من الدول العربيه فيما يتعلق في هذا الموضوع. اذا دبلوماسيه الرئاسه مورست فيها كل في اطار القوى الشامله، باخد دبلوماسيه الاتجاه السياسي.
السياسه الخارجيه يعني. ثم بعد ذلك ناخد الدبلوماسيه الحقيقيه من خلال وزير الحكوميه اللي هو وزير السيد وزير سامح شكري في هذا الاتجاه، دبلوماسيه المعلومات من خلال مدير المخابرات العامه المصريه، وفي الاتجاه ده وكان راعي كثير لموضوع لكثير من اللقاءات او كثير من المؤتمرات التي تعقد في اطار تصفيه الاجواء او حلحله القضيه باتجاه في مساحه حديثه، اضافه الى زيارات خارجيه لبعض الدول للتاكيد على الموقف المصري ورفض فكره التهجير، اضافه الى خفض اطلاق النار والثوابت المصريه اللي كانت منذ بدايه في اطار ثوابت السياسه الخارجيه المصريه كانت شغاله في هذا الاتجاه. الدبلوماسيه الشعبيه من خلال مجلس النواب، ثم على اربع عناصر اللي كانت شغاله او معلومات رئاسه حكومه شعب، اربع عناصر من الدبلوماسيه تم طرحهم. السياسه الداخليه من خلال المنظومه الاقتصاديه المصريه ابتدت فعلا مصر وقدمت اكثر من 90% من 80 ل 90% من حجم المساعدات الى الاخوه في القطاع، دونما سخرت ميناء ومطار لذمه هذا الموضوع لكل المساعدات اللي ترد من الخارج وكيفيه وصولها وتاهيلها. هنا نقدر نقول اصرار مصر على فتح معبر رفح والتاكيد عليه مرارا وتكرارا، وحتى محكمه العدل الدوليه لما اسرائيل زورا وبهتانا اورت ان هي كانت مصر قفلته، لا ما طرحش هذا الموضوع، واكدت مصر من خلال المعلومات انها ما قفلتوش بالكامل. والدلائل على هنا متعدده ونقدر نطرحها في ببساطه شديده، لما يكون جوتيرش امين عام الامم المتحده يجي على المعبر عقد لقاء صحفي، لما رئيس الوزراء المصري، رئيس الوزراء البلجيكي، رئيس الوزراء الاسباني، كل ده حضروا على المعبر. لما انا كقوات مسلحه مصريه من خلال جهاز هيئه الاستخبارات العسكريه اجمع كل الملحقين العسكريين داخل جمهوريه مصر العربيه واطلع بيهم على معبر الاول على العريش، وتفقد المستشفيات اللي موجوده في العريش لتقديم الرعايه للاخوه الفلسطينيين اللي جايين من القطاع، واطلع بعد كده على المعبر ليروا رؤيه العين ان المعبر مفتوح وشاحنات مصطفى والمعبر مفتوح وشغال ومن اتجاهي يعدوا ازاي ويشوفوا دول الملحقين العسكريين اللي موجودين لدولهم في مصر فاكثر من 150 واحد فيبلغوا موجودين. انا بقول رده الفعل هذا، انا بكلم دبلوماسي داخلي وخارجي في اطار القوى الشامله اللي سيادتك طرحتيها. اقتصاديا نفس الكلام انت تدخلت فيه، اجتماعيا التهيئه العامه للشعب، انا ما فيش حد من الشعب المصري يعني كل الشعب بكل عن بكرة أبيه رافض فكرة التهجير سواء قصري أو طوعي، يعني ينادي بإيقاف إطلاق النار، ينادي بتقديم المساعدات المستمرة واستمرار تدفقها للإخوة في فلسطين ومساعدتهم بكل ما أوتيهم من قوة وعندهم. أنا دايما بدي مثل إن الرئيس قال أنا لو طلبت من الشعب رغم إنه ما طلبش بشكل مباشر، لكن الشعب المصري فهم الرسالة ونزل تاني يوم وأفاد وقال لا. أنا بقول لك إن ده وجهة نظر مصر كلها، ده اجتماعية. مصر بتقدم مساعدات طبيه وصحيه وتعليميه وكل اللي ممكن تقدمه لصالح الاخ الزميل والقريب والشقيق الفلسطيني في قطاع غزه بتقدر تقدمها طواعيه. دي قوة الدوله الشامله كلها بالكامل تحركت الدوله المصريه لكي تؤكد على مساندتها. وفي حاجه جديده جدا بقى عسكريا نقدر نقولها، احنا على مدار التاريخ منذ بدايه الازمه وحتى الان احنا داخلين في 70 سنه اهو يعني واكثر، نقدر نقول ان مصر لم تألو جهدا في انها تقدم ارواح ابنائها دي اللي لا تقدر بثمن كشهداء في سبيل القضيه الفلسطينيه وفي سبيل اهلنا في القطاع. فاذا لم نألو جهدا ولن نتوقف، بل داعمين وموقفنا ثابت من البدايه، يعني من البدايه كده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد ست عناصر: ايقاف اطلاق النار، لا للتهجير، وكانش حد لسه يعرف حاجه عن فكره عن التهجير، استمرار تدفق المساعدات من عندنا من المعابر ما معبر رفح باضافه لكرم ابو سالم، الجزء الثاني والرابع او الخامس اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ومحاسبه اسرائيل على ما اقترفته من اسرائيل. ست عناصر ست عناصر ثابته يا فندم في كل المؤتمرات كل اللقاءات اللي ده اللي مصر بتقولها. طب انا عايز اخد من كلام حضرتك برضو مع دكتور جهاد، الدايره دي وتوسيعها بقى يا دكتور جهاد مع الاطراف العربيه، يعني اوراق ضغطك كلها الاطراف الاقليميه، المنطقه اتغيرت، المصالح بقت هي العنوان، الخطر بقى خطر وجودي في الشرق الاوسط كله، فبرضو الاتصالات في السياق ده شايفها ازاي؟ يعني منذ البدايه كانت هناك يعني حركه دؤوبه من قبل القياده المصريه باتجاه ما يجري في المنطقه لادراك القياده المصريه وخاصه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه من بعد النظره ومن الحكمه والرؤيه البعيده، لان ما اشتعال المنطقه باسرها او اشتعال الحرب في قطاع غزه سيؤدي الى اشتعال المنطقه باسرها، وخاصه ما يتعلق بالتحذير من توسيع رقعه الصراع. ده كان تحذير من اول يوم، كان تحذير
قبل ذلك منذ عام 2015 و16 و17 لم يترك مجالا او منبرا سواء محليا او اقليميا او دوليا الا وتحدث عن ضرورة وصول او الحصول على حالة الاستقرار والتنمية، ولن تكون حالة استقرار او تنمية دون انهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية. منذ البداية نادى الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا السياق واوصل رسالته الى العالم، ولكن في هذه الحرب اختلفت الموازين عندما استضاف المستشار الالماني شولتز في القاهرة وتحدث معه والرئيس الفرنسي وكذلك رئيس الوزراء الاسباني والبلجيكي وغيرهم وبلينكن والعديد من وكان الرفض في مؤتمرات صحفية على الهواء يعني بالضبط. إذن لأول مرة تحصل حتى في لقاء مع بلينكن كان اللقاء على الهواء مباشرة ليرسل رسالة للعالم بأسره بأن لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية ولا يمكن استغلال الدور المصري بما يعاقب الشعب الفلسطيني، لأن مصر منذ اللحظة الأولى استنفرت كافة مؤسساتها الرسمية والشعبية والحزبية لكي يكون هناك حبل متواصل أو سلسلة متواصلة من العمل سواء السياسي أو الشعبي أو الإنساني أو الإغاثي لصالح الشعب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. ولذلك أطلق عليها الرئيس مازن وقال مصر ذات الأيادي البيضاء على القضية الفلسطينية، هذا المصطلح الذي جميعنا أصبح يدرك بأن مصر دائما سند للشعب الفلسطيني وقضيته. ما يتعلق بإطار السياسة الإقليمية والخارجية وجدنا التحرك المصري فيما يتعلق في الأزمة الإيرانية الإسرائيلية حتى لا تخطف الأنظار عن القضية الفلسطينية والاتصالات التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الخارجية أمير عبد اللهيان الإيراني في محاولة للملامة الأمور، وكذلك اللقاء الذي جرى مع هكان وزير الخارجية التركي والعديد من قادة أو وزراء خارجية دول العالم للتأكيد على قضية مهمة بأن المنطقة بأسرها قد تشتعل إذا لم يتم وضع حد للممارسات الإسرائيلية. كل الشكر والتحية لحضراتكم دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية جامعة القدس، شرفتنا ونورتنا دكتور جهاد. أشكر حضرتك سيادة اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. بس أقول جملة واحدة، طبعا احنا طول عمرنا ما كنا خاينين، طبعا طبعا لا نقل يعني في لا يا سياده اللواء اصل بيرد على مساله ان يبقى في مزايده على دورك ويتقال لك اتعملت انت ما عملتش بالزبط. انت بتعمل ده على مر التاريخ مش اول مره مش اول مره ما تتخلىش من اللي بعمله ده لم تتخلى عن القضيه الفلسطينيه لم اتخلى ابدا عن القضيه. بشكركم شكرا جزيلا وشوف حضراتكم بكرة إن شاء الله على كل خير. ربنا ينصر أهلنا في غزة والشعب الفلسطيني ويرجع له حقوقه ودولته، وإحنا طول عمرنا كمصريين ظهر وسند ودول إخواتنا، وربنا معانا جميعا يا رب، ونعدي الأزمة دي على خير وإن شاء الله إن شاء الله بإذنك رب نعديها.